مشاهدي قناة مغارب نيوز، مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد ومباشرة من مدينة الدار البيضاء وبالضبط في المدينة القديمة، يعني تقريبا قبل نصف ساعة كما كتشوفوا نهار هذا المنزل وموراه يعني كاين انهيارات أخرى يعني اللي كانت متتالية، فمازال كيطيح أجزاء من هذا المنزل هذا. والغريب في الأمر يعني ما كاينش شي مسؤول ولا شي واحد اللي حضر ولا واقف هنا ولا شي حاجه، انه هاد الزنقه هادي كدوز، هاد الزنقه هنايا ساكنين الناس والناس كيدوزوا من هنايا، والدار رابش ومازال كل شويه كيطيحوا منها اجزاء. شوفوا نحاولوا نقرب لكم من الصوره، من هنايا كيطيحوا اجزاء. فهذا يعني خطر، الحمد لله يعني ما كاينش خسائر بشريه، ولكن يعني كنتمناو يعني ما تكونش شي حاجه من هنا لقدام، فالناس يعني كيدوزوا من هنايا. الى بقيتوا معنا في البث المباشر، من الناس كيدخلوا من هذه الزنقه هذه وكيخرجوا، وهنا المنزل اللي راه، فهنا ما نقدروش نزيدوا لقدام يعني عن الخطوره ديال المكان. فتقريبا كل شويه كيطيح شي جزء كما نقولوا له، يعني كيطيح الحجر، مازال كيطيح الحجر من الفوق. الناس اللي عاد تحكوا بينا، احنا مباشرة من الدار البيضاء بالضبط للمدينة القديمة، يعني انهيار تقريبا نصف ديال المنزل، فكاين مازال الجهة الأخرى ما يمكنش كيفاش ندوزو باش نصوروها. إلا قربنا لقدام فهذا كيولي خطر. يعني كنتمناو يعني المسؤولين يتدخلوا باش ما تكونش شي خسائر بشرية. فانتوما كتشوفوا يعني الناس كيدوزوا من هاد الزنقة هادي، الناس ساكنين هنايا يعني ما كاينش حل آخر، خصهم يدوزوا من هنايا، خصهم يدخلوا وخصهم يخرجوا. هانتوما كتشوفوا الناس داخلين خارجين، الناس كيدخلوا كيخرجوا من هاد البلاصة هادي، وهنايا يعني كاين الانهيار، فهادشي كيشكل خطر. يعني هذا المنزل هذا كانوا دايرين ليه دعامات، كما كتشوفوا يعني الناس داخلين خارجين من هذه الزنقه هذه، لانه الناس ساكنين هنايا. فكما قلت لكم الغريب في الامر يعني ما كاينش مسؤولين، ما كاين حتى شي واحد مسؤول. انا باش كنشوف بعين يعني العين المجرده كنشوف التراب كينزل، التراب مازال كينزل، يعني مازال غادا تنهار ومازال غادا تريب كامله. الله يحفظ، الله يحضر السلامة. إلى هنا مشاهدي قناة مغارب نيوز، نخليكم انتقلوا لبث مباشر آخر. Thank you.
مشاهدي قناة مغاربية البث المباشر مرة أخرى يعني من مدينة الدار البيضاء المدينة القديمة يعني في اللحظات يعني تدخل الوقاية المدنية رجال الأمن رجال السلطة المعنية بعد حادث انهيار يعني واحد جزء كبير من واحد المنزل يعني ففي اللحظات يعني كاين تدخل ديال الوقاية المدنية رجال الأمن على سكن المدينة المنطقة